يا اهلا ومرحبا بيكم. وبعد التحية خلينا ندخل في الموضوع مباشرة. دلوقتي انا عايز اذاكر او الخص كتاب او معايا بي دي اف في بحث معين وعايز الخصه او اسأل بعض الاسئلة عن البحث ده. هنستخدم الذكاء الاصطناعي في المساعدة لعمل المواضيع ديت. طبعا ممكن تستخدم شات جي بي تي، وشات جي بي تي حاليا بقى متاح في مصر بالمناسبه، يعني تقدر تستخدمه في مصر بشكل مباشر، لا بقى في بي ان ولا اي مشكله. لكن شات جي بي تي النسخه المتاحه حاليا مجانا هي شات جي بي تي 3.5، والنسخه دي ليمتد شويه، يعني محدوده، ما تقدرش تدخل بي دي اف او صور، لكن في النسخه المدفوعه تقدر. طيب ايه الحل؟ الحل فيه يعني ذكاء اصطناعي قوي جدا، وفي قوه الشات جي بي تي ويمكن اقوى، هو كوبايلوت من مايكروسوفت. انت هتعمل ايه؟ هتحمل مايكروسوفت ايدج، هتكتب هنا في جوجل داونلود مايكروسوفت ايدج، وتبدا تدخل على موقع مايكروسوفت وتحمل المتصفح ده. انا عارف ان البراوزنج ده او المتصفح ده موجود عندنا في الويندوز، ممكن تلاقيه موجود في الويندوز، بس حاول تنزل اخر نسخه. هتبدا تعمل لها داونلود، وبعد ما تعمل لها داونلود هتبقى الواجهه بالشكل ده. طبعا هو بيبدا يعني بالسايت بتاع الام اس ان، ممكن انت تخليه الواجهه بتاعته جوجل لو انت بتحب جوجل، طبعا خدت عليها في كروم. اهم حاجة قبل ما تبدأ تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي موجود هنا في مايكروسوفت، ان انت تعمل اكاونت. هتيجي هنا على اقصى الشمال وتعمل اكاونت، حتى لو بايميل جيميل او ياهو او اي ايميل، تسجل، لازم تسجل عشان يظهر معاك الكوبايلوت كامل. هتيجي بقى على اليمين وتلاقي في ايكون كده اسمها كوبايلوت، وكوبايلوت ده مساعد طيار يعني بالعربي. انت تضغط عليها هيظهر معاك الشات بوت للذكاء الاصطناعي. ممكن تكبر شويه وتصغر زي ما انت عايز. الميزه بقى هنا انت كده بقى معاك مساعد، تقدر تساله اي اسئله ويجاوبك، فهو زي شات جي بي تي واقوى كمان. والميزه القويه هنا في الكوبايلوت او البنج شات، ان انت ممكن يكون عندك كتاب بي دي اف او بحث معين، ارفعه على جوجل درايف زي ما انا كده رفعته. تعالى نصغر الشاشه، ده كتاب موجود عندي على جوجل درايف، ولكن عايز ملخص للكتاب ده. هاجي هنا واكتب له ممكن ملخص للكتاب المفتوح حاليا، ولكل فصل بيه مثلا هياخد شويه وقت ويبدا يديني السمري للكتاب. طبعا ممكن يعني ترفع بقى على جوجل درايف، ممكن يبقى بحث معين يساعدك فيه، يعني اي بقى محتوى ممكن يلخصه لك بشكل سريع. هيبدا بقى يديني النقاط الرئيسيه للكتاب ولكل فصل، وكمان بقى بعد ما يخلص الملخص اقدر اساله في اي جزئيه في الكتاب، يعني كان بقى معاك مدرس خاص ممكن يذاكر معاك او يذاكر لك كمان. طيب هنا هو عمل لي ملخص كده سريع للاجزاء الرئيسيه في الكتاب. هو الكتاب ده من 3 اجزاء، فاداني كده نبذه سريعه عن الاجزاء ديت. خلينا نكتب له مثلا سؤال، هل الكتاب بيتحدث عن مواد تصنيع القوالب مثلا؟ نشوف. فهيبدا يعني ياخد وقت شويه ويبدا يرد عليا طبقا للكتاب المفتوح حاليا. زي ما انت شايف كده هو بيقول لي فعلا الكتاب بيتحدث عن مواد تصنيع في الجزء الثالث وبعض التفاصيل الخاصه. كمان بيديني يعني بعض المواقع اللي ممكن او بعض الريفرنس المراجع الزياده غير الكتاب المفتوح حاليا، ممكن اطلع عليها عشان اعرف عن الموضوع ده بتفاصيل اكتر. خلينا نسأل مثلا سؤال، انا عايز اعرف مثلا في الكتاب ده مواد التصنيع لجزء البنش، خلينا نشوف هيرد علينا ازاي. فهيدور على الكتاب، هيدور في الكتاب ويقول لي ايه المواد المناسبة لتصنيع البنش طبقا للكتاب. يعني اداني شوية تفاصيل كده عامة، بدأ يخش في شوية ديتيلز اكتر.
تمام. طيب يبقى انا دلوقتي اقدر استفيد من ان انا ارفع اي بحث على جوجل درايف وابدا الخصه او اسال فيه، وممكن ارفع اكتر من ملف يعني في الفولدر واحد، ممكن ارفع اكتر من ملف واخليه يعني يطلع عليهم، ويعني ممكن احط اللينك هنا ويطلع عليهم ويبدا يرد على اسئله انا هسالها له طبقا للاجابات اللي موجوده في الكتب دي او في الابحاث دي. فده هيساعدك جدا بشكل كبير للناس اللي بتشتغل في الابحاث ماجستير او دكتوراه وحتى الطلبه. طيب دلوقتي خلينا نشوف حاجه للطلبه ازاي تساعدك في المذاكره. انا هنا عندي مسألة معينة، دي مسألة رياضة بس او مسألة رياضية معقدة شوية، وعايز الكوبايلوت تساعدني في حلها. طبعا هنعمل ايه؟ هيبقى معاك الصورة او البي دي اف، تاخد منه صورة او تاخد الصورة كده وتخش على الايدج متصفح ايدج وتعملها ابلود، وممكن تقول له ممكن حل التمرين الحالي. هيبدا بقى يتصفح الصوره ويديني الحلول، ننتظر عليه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي هو بدا بقى يحل، وكل جزئيه يعني والتفاصيل كل التفاصيل بيذكرها لك، وهيبدا بقى يحل المساله كلها، فهتاخد وقت هنسيبه يكمل حل. فانت ممكن اي مسألة مثلا او تمرين معين يساعدك فيه، كمان ممكن مثلا يكون في حاجة عندك مش فاهم ايه هي، صورة مثلا فيها تفاصيل مش فاهم ايه الصورة دي او بتتحدث عن ايه، خلينا نخلي الكوبايلوت تساعدنا في الموضوع ده. هاخد الصورة كده وهعمل هرميها هنا واقول له عن ماذا تتحدث هذه الصورة مثلا. وهنا فعلا هو فهم ان الصورة دي بتتحدث عن موضوع معين هو خاص بتركيز الاجادات. فيعني الذكاء الاصطناعي ده هيساعدك كتير جدا في ان انت تعرف اي تفاصيل عن اي حاجة غامضة عنك. غير كمان انا هعمل ستوب ريسبوندنج، مش عايز اكتب اكتر، وممكن يساعدك بقى في تعلم اللغه، في ملخص اي شيء. يعني مثلا انا عايز امثله مثلا للمضارع البسيط في الانجليزيه مثلا او في الالمانيه او في اي لغه، فهيساعدك في الموضوع ده، هيديك امثله. هو هنا الريسبوندنج بتاعته او الرد بتاعه ممكن يبقى بطيء شويه احيانا، واحيانا تلاقيه سريع. طبعا ده في النسخة المجانية، النسخة المدفوعة بتبقى اسرع بكتير. هو هنا بيديني ملخص وهيبدأ بقى يديني امثلة بعديها. زي ما احنا شايفين بدأ يديني امثلة. طبعا ممكن بقى تستخدم كمان شات جي بي تي هنا في الموضوع ده برضو. لكن هي ميزة الكوبايلوت ان انت بتقدر تعمل ملخصات للصور او بي دي اف، بعكس الشات جي بي تي النسخة المجانية. النسخة المدفوعة بتقدر تعمل الكلام ده في الشات جي بي تي كده. يعني احنا كده وضحنا ازاي تلخص كتب وابحاث، وكمان تذاكر مع الذكاء الاصطناعي الخاص بمايكروسوفت. هسيبك تكتشف بقى تفاصيل كتيرة جدا وتطلق العنان، واتمنى يكون الفيديو مفيد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. تحياتي علي ناصر.